صباح الخير أحبائي وأعزائي. الإخوة المسيحيين يتحدون الدولة بزفة، الأقباط يختمون صوم السيدة العذراء بالزفة الروحية في هذا الموعد. الليلة الأقباط يختمون صوم السيدة العذراء بزفة روحية. يختتم الأقباط الأرثوذكس في مصر وبلاد المهجر صوم السيدة العذراء مريم اليوم السبت، على أن تقام صلاة عشية العيد مساء اليوم، ويقام قداس العيد صباح غد الأحد، حيث بدأ الصوم في 7 أغسطس واستمر لمدة 15 يوما. ويمتنع الأقباط في صوم السيدة العذراء عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية، ويكتفون بأكل السمك والنباتي، وربما هناك من يمتنع عن أكل السمك. فيما تقام ليلة عشية العيد مساء اليوم زفة روحية بالكنائس، والتي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء، وأمامهم أطفال يرتدون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة الدينية المحببة لدى جموع الأقباط المصريين. وقال القنص إبراهام إميل وكيل عام وقد رأيت الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية أن صوم السيدة العذراء مريم يعتبر من أكثر الأصوام المحببة لدى المسيحيين، ويتم خلاله إقامة قداسة صباح كل يوم، ويتم عمل نهضة روحية في جميع الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء. وكذا الكنائس التي تحمل اسم قديسين وآخرين يتخللها في المساء صلاة ربع بخور العشية، ثم عظة روحية يلقيها أحد الآباء الكهنة في الكنائس. وأضاف أنه من الأصوام الشعبية المحببة إلى قلوب المسيحيين، والغرض منه ملامسة فضائل السيدة العذراء مريم عليها السلام واتضاحها وإيمانها ومحبتها وخدمتها للأقباط. وهذا هو منقول منا من قناة الملكة والأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم أن تكونوا حياتكم دائما سعيدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناتكم الملكة والأمير. سلام الرب يكون معكم، آمين.